بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا وسهلا بكم أحبتي الكرام في لقاء جديد وفي فيديو جديد، وما زلنا مستمرين ومبادرة تشجيع المنتج المحلي. هذه المبادرة اللي تحت رعاية رئاسة الجمهورية، وأطلقها كل من رئاسة الوزراء ووزير المالية وبعض الوزارات أو الحكومة عامة، وكانوا اعلنوا قبل كده في لقاء انه الخصم 20%، واحنا نقلنا الفيديو ده، ولكن هنا طلعتنا المالية بانها سوف تقدم خصم فقط 10% لاصحاب بطاقات التموين او لحاملي بطاقات التموين. طب تعالوا نشوف احباب الكرام التفاصيل، وتعالوا نشوف ايه تفاصيل المبادرة دي وحتتم ازاي وازاي حنشتري منها مع بعض من خلال الفيديو. بس قبل ما ننتقل، اول حاجة حنعملها هي اشتراك في القناة ومشاركة للفيديو، واخيرا اعجاب للفيديو. كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط انه اصحاب بطاقات التموين خصما اضافيا 10% على كل السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة المعروضة للبيع ضمن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، وذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الاعباء عن محدودي الدخل. وزير المالية الدكتور محمد معيط بيقول انه حيتم منح خصم 10% لاصحاب او حاملي بطاقات التموين على كل السلع سواء كانت المعمرة او غير المعمرة، واللي حتكون معروضة للبيع ضمن المبادرة الرئاسية اللي هي خاصة بايه، خاصة بتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي. طب احباب الكرام تعالوا نشوف اللي يا ترى حتكلف كم المبادرة دي. بقيمة 12 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة. ولفت وزير المالية إلى أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل هذا الخصم الإضافي بقيمة إجمالي 12 مليار جنيه من موازنة العام المالي الحالي 2021. يعني المبادرة دي هتحمل الدولة 12 مليار جنيه اللي هيتم عمل خصم 10% لحاملي أصحاب البطاقات التموين، اللي هم يعني تقريبا عددهم 63.5 مليون على مستوى الجمهورية. طب المبادرة هتبدأ امتى وهتنتهي امتى وهيكون النظام فيها ازاي احباب الكرام؟ تعالوا نشوف مع بعض. اعلن معيط اليوم ان المبادرة ستبدأ قبل نهاية يوليو الحالي، يعني قبل نهاية شهر يوليو اللي احنا فيه، وتستمر 3 اشهر، وتتيح التقسيط لمدة 2 عامين بفائدة مخفضة وشراء اونلاين عبر موقع الكتروني سيتم اطلاقه خصيصا لها. واحنا احبات الكرام سوف نقوم بنقل عنوان الموقع، وحنقوم ان شاء الله لشرح كيفية الشراء وكيفية ايه وكيفية اضافة او كيفية الاستفادة من الخصم اللي طرحها وزارة المالية او طرحها المبادرة دي. بس طبعا عند ايه، عند صدوره في نهاية يوليو، فانتظرونا احبابي الكرام. طب المبادرة دي هيكون فيها ايه من السلع يا ترى؟ تعالوا نعرف احبابي الكرام مع بعض. أشار الوزير إلى أن المبادرة تتضمن الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والمنتجات الجلدية والملابس الجاهزة ومواد البناء والبويات والصناعات الحرفية والتكنولوجية. كل ده أحباب الكرام حيكون موجود من ضمن إيه؟ من ضمن المبادرة بتاعتنا، سواء أجهزة كهربائية معمرة، أدوات منزلية، منتجات جلدية وشنط وأحذية وملابس جاهزة ومواد بناء وبويات وصناعات حرفية وصناعات تكنولوجية. كل ده هيكون موجود ضمن المبادرة، يمكن للمواطنين الحاملين بطاقة التموين الاستفادة منها. فحبينا ننقل لحضراتكم، وزي ما قلنا عندما يتم بث الموقع هننقل لكم بشرح عملي ان شاء الله كيفية الاستفادة من الخصم وكيفية الشراء من الموقع. الى ان نلتقي بكم في فيديو اخر، لكم منا اجمل ورق الامنيات والتحيات، دمتم في امان الله ورعايته. كان معكم محمود مطر من قناة مصطفى بشير، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.